رحلة المهاجر اليمني للمرة الثانية تحط رحالها في مملكة أسبانيا، هذه المرة من ثاني أكبر مدنها وعاصمة إقليم كتالونيا. تقع هذه المدينة في شمال شرق أسبانيا وتطل على البحر الأبيض المتوسط بعدد سكان أكثر من 1.5 مليون شخص. أهلا وسهلا بكم في المدينة الساحلية الساحرة برشلونة. تشتهر مدينة برشلونة يا جماعة بمراكز طب العيون ومساعدة الإنجاب على مستوى العالم، عشان كذا يقصدها الكثير من اليمنيين والعرب من أجل العلاج. ضيف حلقتنا لهذا اليوم في برشلونة أحد اليمنيين اللي قدم إلى هنا وجاء إلى برشلونة من أجل علاج العيون، وتقريبا خلال السنتين الأخيرة ساكن هنا. معنا الأستاذ أحمد الغباري، كيف الحال؟ يا مرحبا. طيب؟ حيا الحمد لله. طيبة؟ الحمد لله، الله يحفظك. الله يسلمك. أنت جيت لبرشلونة من أجل علاج العيون صح؟ نعم. إيش المشكلة بالضبط؟ ليش برشلونة اخترتها بالضبط؟ طبعا بحثت على أفضل مراكز، فكانت برشلونة هي الخيار في العالم، يأتوها من بلدان العالم ومن أوروبا كلها ومن أمريكا. في البداية في 2019 يعني أخذ الفيزا تأخرت شهر وأخذتها الحمد لله. وأتيت إلى هنا لزراعة أول عملية للعين اليسرى. بسنة كم آخر مرة؟ 2020. 2020 شهر 2. وإلى الآن هنا ما روحت. أيوة جيت لها هنا ما روحت. والمشكلة اللي فهمت إنه منك إنه زراعة قرنية بالكامل تحتاج. أيوة زراعة قرنية، يعني يأخذوها ينقلوها من شخص مات ينقلوها لا. هم جابوا له إنه متبرع هم يعني. أيوة. هم من شخص مات. من شخص مات يأخذوا من بنك القرنية لديهم بنك في القرنية. وبعدين يعملوا زراعات قرنية، فعلوا زراعات قرنية. طيب وليش طولت؟ يعني عارف اللي يتعالج يقعد شهر شهرين بالكثير، انت قرابة سنتين. المرة الأولى تعالجت في العين اليسرى وسبرت العين يعني الحمد لله. الحمد لله. في 2019. في 2019 كنت أروح وأجي طبيعي، يعني جسانة شهر شهرين ترجع وأرجع. والآن بس الآن حصل التهابات فيروسية في عيني في زراعة العين، وكانت إحمرارها شديد وألم شديد. عملت العملية بعدين حصل أعراض. نعم حصل أعراض، يمكن القرنية ما قبلهاش الجسم، وحصل أعراض التهابات فيروسية وجروح في العين. طيب خلال السنتين هذه مش قليل، وين سكنت؟ أنت يعني خلاص كنت ساكن هنا في فندق في كذا، كيف الوضع؟ بدأ جيت لهنا في فندق ما كنتش عارف الأمور، كانت أسعار غالية. بعدين عرفت عبر أصدقاء صاحب بيت هنا في برشلونة وسكنت عنده قرابة من بداية 2019 وأنا أتعامل معه. ساكن بيت. عنده في بيت في شقة. في بيت في شقة. ندخل نشوف الشقة هذه. أوكي تفضل. يلا بسم الله. الغربة تجربتها مش بسيطة، يعني إيش أصعب شيء واجهته في الغربة هذه؟ ألم العيون، اغترابك عن أهلك، حكينا عن غربتك يعني. والله أصعب شيء واجهته هنا أنه يعني الغربة، أولا البعد عن أمي وزوجتي وابنتي، وأيضا الألم، ألم الالتهابات في العين والجروح، وأيضا الوحدة لأني بسبب العلاجات ضروري، والألم اللي بيحصل لي والتهابات ضروري ابتعد عن الشمس، الإرهاق، فواصل في الغرفة قاعد لوحدك. قاعد لوحدي، ما بش أصدقاء أيضا هنا. يعني ثلاثة أشياء صعبة في حياتي: غربة وبعد عن أهل ووحدة والوحدة. طيب أكلمت أنه عن ابنتك، أنت عندك بنت ما شاء الله. بنت عمرها عندما تركتها في اليمن عمرها كان 6 أشهر، الآن 2 و6 أشهر. يعني كبرت تقريبا 2 وأنت ما شفتها. مش يعني موجود، ما شفتش تطور حياتها، نطقها، عندما تمشي، عندما أشياء كثيرة. الله المستعان. إن شاء الله ربي يجمع شملك إن شاء الله، الوالدة وزوجتك وابنتك عما قريب إن شاء الله. الله. وطبعا أريد أرويك الصورة حقها. صورة البنت تركتها. أيوة هذه عمرها 6 أشهر. وعمرها 6 أشهر، شوف ما شاء الله. طبعا بعد 2 هذه الصورة. ما شاء الله كيف كبيرة. إيش اسمها؟ فرق كبير، اسمها رزان. رزان ما شاء الله، الله يحفظها. كم رمضان قضيته أنت هنا في برشلونة؟ قضيت رمضان واحد في برشلونة، ومن حين سافرت اليمن رمضان أيضا في مصر، يعني 2 رمضانات مش في اليمن لأول مرة في حياتي. والآن بيكون هذا رمضان الثاني، هذا رمضان الثاني في برشلونة. الثاني في برشلونة والثالث منذ سفري يعني. وكيف أجواء رمضان هنا؟ الغربة لوحدك في برشلونة أسبانيا. صعب صعب أجواء رمضان، مش زي اليمن. صح المدينة جميلة ويقدر الواحد يخرج ويروح أماكن، بس بسبب علاجي تخيل رمضان وجالس أيضا في البيت وصايم في البيت فقط. ما بش أجواء رمضان اللي تخرج وتشوف الناس يروحوا يشتروا في رمضان الأشياء، الصرفة، الأمور،
ايش اكثر شيء ايش اكثر شيء تفتقده من اجواء رمضان في اليمن؟ والله مفتقد اكثر شيء يقول العصيد اليمنيه، العصيد السلطه، الفحصه، السمبوسه، السبايا بنت الصح، اشياء كثيره، وطبخ منوع بيكون، وطبخ الاهل من يد الاهل شيء ثاني، من يد الاهل شيء ثاني. احنا في الغربه هنا يلا تعمل لك شويه رز ودجاجه ولا اي حاجه يتخلق قد عملت، تجمل من نفسك، تجمل نفسك مدري ايش قد طبخت. ما بيش تنوع في الاكل هنا، يعني يلا تعمل لك بس طبخ نفس الطبخ، ما بيش تغير في الاكل. في اليمن تحس في تغير، التحليات، السمبوسة، يعني الجو بشكل عام حق رمضان رائع جدا في اليمن. إذا في رسالة بتوجهها للمشاهدين اللي يشاهدون الآن وهم صايمين في اليمن في رمضان، أي رسالة تحب تقولها لهم؟ والله رسالتي إنه بلدنا جميل ورائع، بس الحرب دمرته وأهلكتنا الحرب، ونتمنى يوم من الأيام يعم السلام أرجاء الوطن كامل. ورسالتي اليمنيين اصبروا، بلدنا رائع، وإن شاء الله ستنتهي الحرب قريب، ومهما ذهبت أي بلد في العالم تحن إلى وطنك كثير، وزي ما يقول المثل اليمني عز القبيل بلاده ولو تجرع وباها. ولو تجرع وباها. احنا هنا مع اخونا عز الدين من المغرب امام واحد من اكبر المساجد في برشلونة، المركز الثقافي الاسلامي في كورنيا. كيف الحال عز الدين؟ إيه الحمد لله والشكر لله، بارك الله فيك. اهلا وسهلا، احنا نحب اخواننا المغاربة، بارك الله فيك، ونحن ايضا نحب اخواننا باليمن وكل العرب كفى. الله يسلمك. انت كم لك سنة في برشلونة هنا؟ انا الان عندي 13 سنة هنا. 13 سنة. وكيف اجواء رمضان في التراويح والافطارات والصلاة؟ والله يا اجواء رائعة، يأتون الكثير من الناس، وفي هذه الحالة، في حالة الكوفيد التي طرأت، ليس هناك، لا نصلي لأنه كان في حظر، ولكن كان المسجد مفتوح للناس الذين فقراء، الفقراء نوجد لهم إفطارات، يأتون هنا ويدون إفطارات مثل الناس، سواء كانوا إسبانيوليين هنا من إسبانيا أو مسلمين. شكرا جزيلا، بارك الله فيك أخي. احنا هنا مع الأستاذ خالد من المغرب في أحد المراكز التجارية الإسلامية والعربية اللي موجودة في برشلونة. كيف حالكم أستاذ خالد؟ الحمد لله. إيش تبيعوا أنتم هنا في المركز التجاري هذا؟ والله كل ما هو عنده علاقة بالمهاجر، يعني بصفة عامة، يعني جميع المنتوجات اللي هي مغربية أصلا أو مصدرها جزائري أو تونسي أو من ليبيا، يعني بصفة عامة المغرب العربي بصفة عامة. طيب وشغالين كيف الشغل معاكم؟ الحمد لله، الحمد لله. اليوم أحد زحمة يعني؟ الحمد لله اليوم زحمة كثيرة، ولكن نحمد الله ونشكره، اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. اللحوم الحلال كله متوفر هنا. هذا أكبر تحدي هنا في بلاد المهجر، هي اللحم الحلال. ليش؟ لأن صعب أنك توصل للمصدر اللي هو اللحم الحلال، وباش ترضي الزبائن خصك تحاول ما أمكن أنك تبحث على مصدر اللي يعطيك لحم حلال. أمانة هذه بالنهاية. أمانة، فعلا. لكن أنتم قدها إن شاء الله. والحمد لله، الحمد لله. إحنا نستمد القوة ديالنا من الزبائن اللي تيجوا للمحل، الحمد لله، هما اللي تعطونا ذاك المدد وذاك العون وذاك القوة لكي نستمر في هذا الطريق. في رمضان يكون في ضغط عليكم أكثر. رمضان تبارك الله ما شاء الله. رمضان شهر الأكل والشرب وليس شهر الصوم. الله المستعان. أخي أنتم المستفيدين يعني. والحمد لله، الحمد لله. لكل حاجة المضار ديالها والمنافع، ولكن منفعة رمضان أكثر من مضاره، والحمد لله. دائما أوامر رب العالمين فيها خير. ما نأخركم عن عملكم أكثر، شكرا. الله يرزقكم من واسع فضله. تحية وشكر لأهل اليمن، والله نحبكم في الله حبا كثيرا، أحبكم كما الله قال سيدنا رسول الله، الإيمان يمان والحكمة يمانية، فنستمد الحكمة منكم والإيمان منكم. حفظك الله، الله يحفظكم، شكرا. الله يبارك فيك سيدنا، شكرا جزيلا. طبعا
طبعا يا جماعة ما يصلح نتكلم عن مدينة برشلونة ونزورها بدون ما نتكلم عن نادي برشلونة لكرة القدم، النادي العريق والعظيم واللي يعتبر هوية وعشق وفخر هذه المدينة، بالتحديد هنا من أمام ملعب الكامب نو، الملعب الشهير، ملعب هذا النادي أكبر ملاعب أوروبا، تأسس سنة 1957 ويتسع لأكثر من 99 ألف متفرج. Do you still support Barcelona even without Messi? I'm an Argentinian, so not really. So you don't support Barcelona? I think they didn't treat him well. So now you support Paris Saint-Germain? Yeah, a little bit. Okay. And now... Anywhere he goes, I'll support him. معلومة أخرى تستحق أن نوقف عندها عن برشلونة هنا، لو تلاحظوا الأعلام اللي خلفي هنا في النادي، هنا في علم برشلونة علم النادي، وهنا هذا العلم مو أسبانيا، هذا علم إقليم كتالونيا. وين علم أسبانيا هنا؟ ما في يا حبيبي، ما في علم إسبانيا، لأنه هنا إقليم كتالونيا يعتبروا أنفسهم مؤهلين ولهم الأحقية بأنهم يكونوا دولة لحالهم، وهذا الوضع في أغلب المرافق في مدينة برشلونة، فقط علم كتالونيا ولا يوجد علم أسبانيا هنا. بسدد على تير شتيغن يا جماعة، الجمهور قاعد يشجع. جراسياس جراسياس. بسم الله، 1 2 3. الثانية الثانية الثانية. مومنت مومنت. والله حارس خطير يا جماعة، ايش اسوي؟ احنا هنا في مركز مدينة برشلونة في اهم شارع فيها، وبنسوي سؤال حلقة اليوم من فقرة من الشارع اللي بنسأل فيها اهل المدينة ايش الشيء اللي يتبادر لذهنهم اول ما يسمعوا بكلمة العرب او عربي، بحيث نعرف الصورة النمطية اللي متواجدة عننا. Hello, how are you doing? Fine, thank you. Really good, thanks. How are you? I'm good, thank you, thank you. So I have a simple question. What is the first thing that comes to your mind when you hear the word Arabs or Arab? Oh my God. Anything comes to your mind, just tell me what is it. Beautiful people. Beautiful people, okay. Nice. Beautiful architecture. Beautiful what? Architecture. Architecture, okay. Architecture, you know, buildings. Yeah. Okay, anything else? You just asked for the first thing that comes to mind. Yeah, I mean, I maybe there is another thing. I love the language. Language? It's beautiful, yeah. Okay, do you know any words? No, not a lot, really. I like the song, Habibi. Habibi, ya nour el ayn, ya sakin. I know it. Arabs, I think of Saudi Arabia first. Okay. Yeah, I think of people in these white cloth dressed. Think of these mosque buildings. Okay. Pretty much that. Anything else? No, that's pretty much it. Can you name 5 Arabic countries? I'd say Saudi Arabia. Yeah, pretty much the Middle East. Any other countries than Saudi Arabia? What countries are there? Oh, this is embarrassing. What is there? I'd say, yeah, Egypt is pretty... Egypt, yeah, true. Sudan, I'd say Sudan, as well. Sudan, yeah, you can do this. What is there? Libya. Libya. Yemen. Oh yeah, it's in Yemen. Oman. Yemen, yes, my country. Oh, sweet. Yeah. I have friends who are Arabs. Yeah. And the first thing is dabke. Dabke? Yeah, I know dabke. Can you do some? No. I know dabke. The Middle East. I think the Middle East. Just say it, anything comes to your mind. I think about like turbans around the head and beards, like facial hair. Yeah. Okay. Yeah. And do you know, can you name 3 Arabic countries? Arabic, Saudi Arabia. Yeah. Yemen and... Nice. One more, you can do this. Kazakhstan?
No, that's not Arabic country. Okay, I'm gonna Palestine? Palestine, yes, that's also an Arabic country. Very good. Thank you for your participation. Oh, of course. And have fun here in Barcelona. I will. Thank you. Thank you. Online. هكذا كانت حلقتنا لهذا اليوم من برشلونة أسبانيا. شكرا لكم للمشاهدة، وانتظرونا في الحلقة القادمة في مدينة أوروبية جديدة.